لكن هذا اللي حصل. بالمناسبة هذه أول شيء نحب نقول للشباب بالدرجة الأولى إنه هذا حق شو بدنا نسميه اللقاء هذا. هذه فيش أنا جلسة مجلس بلدي، إحنا هذه اللقاء عقد خصيصا بس عشان نتصافح ونأكد لكم إنه إحنا وياكم مع بعض، كنا قبل ونكون بعد كل الوقت، هذا أقل واجب ممكن عشان يكون لقاء تواصل ودعم، حافظ على التواصل والدعم وتعزيزه بقدر الإمكان وبقدر ما يطلب مع كل الشباب ومع كل العائلات طبعا، قديش الله بيقدرنا إن شاء الله رب العالمين. بهذه المناسبة طبعا نقبلش ما نستغلهاش، مع إنه كتير صعب علينا، بس على الأقل فيها أشياء إيجابية بمشوارنا اللي لورا، أساس كمان مرة نأكد شكرنا وتقديرنا ونشد على يدين كل إخوتنا وأعضاء اللجنة الشعبية محلياً وقطرياً، ونشكر كل إنسان قدم ما يستطيع من دعم معنوي ومادي في الماضي على أمل تعزيزه في المستقبل أيضاً، لأن المشوار ما انتهاش. شكر طبعاً لكل أهل بلدنا اللي وقفوا في المراحل الأخيرة قبل مصر بالحكم، اللي كمان وقفوا في الماضي، وبتأمل زي العقيلة تحينه إنه نقدر نحافظ على الوحدة الرائعة جداً اللي تجلت أيام خيمة الأقصر الأخيرة وأيام الحكم في حيفا وهون. هذه نقطة ضوء ممكن نقول، وبتأمل نعرف كيف نحافظ عليها ونستقبلها لقدام في هذا الموضوع وفي مواضيع أخرى، لأنه مش ناقص مواضيع اللي فينا كشعب وكبلاد عربية في هذا الديار. كل الاقتراحات اللي قدمت واللي أنا شخصياً قدمت واحد منها، أنا مش لازم الله ببداية الفيديو حكم الموضوع انتسى، لا، ولا طوية صفحة معينة، ولكن فتحت صفحات لأنه نبهتنا لقديش ممكن إحنا بحاجة لأنه نعزز هذه الوحدة اللي للأسف مش هالقد كنا نلمسها ونلاقيها في قضية ما فيش أسوأ من هيك زي قضية الشباب على المستوى مش بس المحلي الشعبي، على المستوى القطري كجمهور عربي. وعشان هيك انا لما قلت الاقتراح اللي اقترحته في حين وصلت تذكروا اقتراح الشيكل او حمله الشيكل، في ناس يمكن ما تعاملوش معه بشكل جدي، بس انا طرحناه باللجنه القطريه وراح اضل اتابع الموضوع هذا بقدر ما متعلق فيه الاشي، راح احط كل قديش بقدر من ضغط بمحادثات فرديه ومحادثات جماعيه على طاوله اللجنه القطريه، مش بس عشان الموضوع هذا، بس هذه نقطة ضوء في الموضوع إنه على شرف قضية الشباب بدي هذا المشروع في الوسط العربي في المجتمع العربي في إسرائيل، على مسألة بكون أقلية في هذه البلاد بحاجة لوحدة. اقتراح الشيكل مش بس عشان الشيكل نفسه، إنه عشان الرسالة التربوية نبررها، وتتذكروا أضفت للاقتراح شق تاني إنه وهذه راح أطرحها كمان بالقطرية، مش بس الشيكل إحنا بدنا. احنا بدنا في كل مدارسنا العربية في إسرائيل ينحط في كل مدرسة صندوق تخصص على الأقل حصة تربية ولو واحد يتيم على الأقل للحديث عن موضوع الشباب، و
بكف الولد اللي معاه شيكل يحط انه يعرفوا يصير في حديث في المدرسه انه عم نحط شيكل لقضايا بتهمنا كشعب عربي في هذه البلاد. تفضلوا. قضايا بتهمنا كشعب عربي في هذه البلاد وهذه فيها رساله تربويه سامه جدا ولا مره نعملها بهذا الشكل. بالاضافه للشق الاولاني اللي هو مادي بالدرجه الاولى انه كل رئيس سلطه محليه عربيه باسرائيل يلتزم ياخذ على عاته وعلى مسؤوليته قضيه الشكل مش كسلطه محليه كبلديه كبلد محلي ما نقدرش نطلعها منها رسميه منها قانونيه منها ميزانيه بس هو كرئيس بلديه اذا قد الناس عطوا ثقه واختاروا كرئيس بلديه او سلطه مجلس محلي مش عنده مشكله يتصل بعدد من الاصدقاء والناس والمقاولين وما شابه ذلك ويجمع المبلغ اللي يساوي عدد السكان ضرب شيكل مش عبر 40,000 40 شيكل ذكرنا قبل لو عند بلد 10,000 شيكل بلد 3,000 شيكل هذا صعب يا اخوان عشان هيك ممكن نوصل لمليون ونص شيكل بسهوله فانا راح اتابع هذا الموضوع عشان هيك بدي ابدا فيه اذا ممكن انا باللقاء الاخير اللي عملناه مع الشباب في سنه وميس اذا بتتذكروا اللجنه الشعبيه رتبت العشاء وقتها على اساس تكريم المحامين وهذه المناسبه كمان بدي اكد اكثر واكثر كمان اقصد دعوة المحامين صار مش مهم اكد شكر الكل طبعا وتقديرنا للمحامين اللي عملوا بذلوا جهود جباره كل السنوات اللي مضت ما اخذوش جزء بسيط من التعويض اللي بيستحقوه وعشان هيك بنقول لهم شكرا باسم الكل طبعا باسم البلديه وباسم الشباب وباسم كل الشعب اهل الشعب وعامه في اللقاء في حينه لما كرمنا المحامين وشكرناهم والشباب كذلك انا قلت وقتها والتزمت واكدت كمان مره اللي حكيته لسه بالنسبه للسلطات المحليه العربيه وانا كرئيس بلديه وملتزم في هذا وقلت انه خلال فتره قصيره انا بدي اهتم بجمع مبلغ ال 40,000 شيكل عن الشفاعة مشان أكون قدوة بصيرش أطالب زملائنا ونضروا إحنا بعدنا مش عاملينها أنا ما نجحتش في الاتصال بالمقاولين وصحاب بس كتار يعني فعشان هيك بالمناسبة هذه أنا بدي تسمحوا لي أقدم يعني حاليا مني شخصيا وهذه مسؤوليتي أجمع وما جبعتوش أنا بكل سرور بتحمله كمان للست شباب أني مش راحوا يستفيدوا بكرة شخصيا من المبلغ لأنه فايتين للأسف لتنفيذ الحكم بس هذا إلهم وحقهم وهذا رمزي بيكون بس تواصلا لانه تستاهلوا اكثر من هيك بكثير فيما مضى فيما هو ات واحنا حكينا وعد الحر دايما عليه وكلياتنا ان شاء الله احرار احنا وياكم فبدي اقدم المبلغ لست شباب كل واحد 5,000 شيكل كيف وعدت بسنة رميز ومسؤوليتي طبعا نضمن لقدام انه باقي الرؤساء كمان ان شاء الله رب العالمين يكملوا في هذه الطريقه فهذا بكل تواضع وإشي رمزي كمان ونقول تستحقوا أكثر تفضل إذا ممكن مشان أستاذ طبعا لأنه بالنسبة إلي كلكم واحد يعني كل عمره اللي بدفع مصاري إلا اللي بعوض عليك بس أنت بدنا نتأكد من واحد مهم جدا بالنسبة لنا وفرق كبير بين انه نلاقي ناس واقفة معنا بس في حبستنا صدقونا هاي اللي بتهون على كل الشباب يعني الشباب دائما بيطلبوا مني انا احكي وبتحمل مسؤولية كل شيء بحكيه مهم جدا انه كل واقفة معنا وتضامن معنا واللي بخفف علينا هي مادة السجن اللي راح تكون ونشكركم جميعا ونقولكم ان شاء الله رايحين اذا في الملف هاي رفعنا راس الشيخ عامر السجن كمان راح ينفع راس الشيخ عامر ونقول لكم اخرى مره الله يسعدك مالك ما اليوم هذه المحطة يعني الإنسان بتمالك حاله وأنا بتخيل اللي تابع الموضوع ما يبكيش في مشاكل ما يجمعش يعني لحظة تبدع فيها الشباب هن أبطال فاتين على السجن بس من هذا المطاف هن اللي بدهم يقعدوا بالسجن إحنا نروح بكرة بدنا نروح على أفراحنا وأحزاننا على بيوتنا على حياتنا الشخصية لحظات راح ننسى راح يجيبوا عن بالنا إحنا بنعرف اللي دفع ثمن هذه البلد ثمن لهذه البلد إن هذول الشباب نحن يا عماتنا كمجلس بلدي كبلد امام التضحيه الكبير اللي قدموها بالسجن، مش عم نحكي على ناس زعران، مش عم نحكي على ناس سرقوا، مش عم نحكي على ناس اغتصبوا، ناس دافعوا عن حق هاي البلد، عن هاي المدينه، واللي عم نقف معهم ماديا ومعنويا هو اقل بكثير من الواجب، وطبعا ما ننساش بهي المناسبه
إنه هذول راحوا كمان جراء مجزرة راح تحيطها 4 شهداء من شفا عمر. يعني شفا عمر عم تدفع ثمن على مدار 8 سنين من السياسة اللي تربى عليها لتنزادة العنصرية الفاشية بالمستوطنات كره العرب وقتل العرب، وبالنهاية احنا الضحية ندفع الثمن. اليوم ودع 6 شباب رايحين على السجن، طبعا رايحين وراسهم مرفوع بالسماء، بس احنا كمجلس بلدي وانا كمراد حداد وانا بنتابع الملف مع النواب الشعبية، لا يمكن انه نسمح يضل الوضع انه شركاء لتنزادة بناموا بالدريبيوت هاي الليلة دفين وشباب بناموا بالسجن. يجب ملاحقة الشركاء لتنزادة في كل مكان، في ملف جاهز وكامل وكنا فيه بالعليا ورفض، حتى لو انه بنقدر نتوجه لجمعيات زي جمعية عدالة، جمعيات المختصة الحقوقية يتوجهوا لهاك اسمائهم، يعني نحشون فارس والاسماء اللي معاه الرافل اللي اعطوا الفتوى بقتل العرب يجب ان يلاحقوا، حتى لو دوليا رمزيا ممنوع علينا تخلص السجن تبع الشباب، واسماء المجرمين اللي بعتوا لتنزادة مش منشورة في كل العالم، دول ارهابية وقتلوا عرب واللي دفعوا الثمن كمان غير الشهداء ان شاء الله بدنا ننام بالسجن. الله معكم، بتفوتوا راسكم مرفوع والبلد كلها واقفه وراكم. تسلم مبروك. تسلم. تفضل اخواني الكبير اخواني. يعني انا قلت انه بقول دائما بعد الوظيفه اللي حكاها ابو هادي الخبرات 8 سنين من المعاناه مروا الشباب دافعوا عن كرامه هذه البلد. واحنا بالنسبه لنا انه حط الشباب على هاي السجن هو يوم حزين لنا كهاي المدينة، وأنا أعتقد إنه إحنا في كل المناسبات اللي بتعملها الشباب اللي بيجي عمل نذكر يوميا الشباب ودورهم والتضحيات اللي قاموا فيها عشان يدفعوا قرابة هاي البلد. فإلهم في مجلس البلدي وفي بيت شعبي عند هذا الشعبي حس تقبيري، واحنا الفرحه الكبيره لما بيطلعوا من السجن، ودائما قبال المؤسسات الحكوميه وواضح انه راح يجي الوزراء لهنا انه هاي القضيه بنرفعها دائما، تكون دائما على الطاوله انه احنا انظلمنا، احنا الضحيه، احنا اللي تحكمنا، وانه المؤسسه ظلمت. فهذا هو الشيء الاساسي. انا بعتز في هذا البلد، بعتز في الوقت اللي وقفوها كل اهل الشعوب كل الجنوب العربيين في الشهرين الأخرين. بالنسبة لشغلة واحدة إنه لما إحنا موحدين إحنا أقوياء، لما إحنا مقسمين إحنا ضعفاء. فإحنا الشباب إحنا معاكم يومياً بفكرنا بقولنا بذاكرتنا، مش راح نتركوا ولا نترك عائلاتكم، وإحنا ما فرحتنا بتكمل لما أنتم تطلعوا من السجن. في إضافة بسيطة بس أنا كرجل شعبي يعني عنا إضافة، إحنا بنفكر لازم يكون في اقتراح خلال أيامات خارجية تعلق صورتها بالمحل المركزي مع عداد عشان ما حدا يلقط، انه صار اليوم صار 100 على اليوم 100 نعمل وقفه، على اليوم 150 نعمل وقفه، انه يكون في شيء بده يقعد حوالي 700 يوم بالسجن. لازم كل اهل شفا عمر تضل هاي هذا الاقتراح. ارمى عليها صورهم ممكن بالمدخل هون عند دوار الشهداء، بينفع كمان بينفع دوار الشهداء تحت، ونتفق مع حدا كذا واحنا ننزل دائما نقبل العداد. يوم 22 بتضل قدام الناس وعم نعيد اللي عنده ابطال بالسجن بعدين ايام بتضل كل الناس تتذكر كم يوم صار بالسجن وزي بعدين بده يطلع. الفكره ممكن نطلبها من موقع انترنت موجود في البلد هون زي ما كانوا حيحطوا مره شيء ثاني. ممكن بس انه رمزيه الشيء يكون في البلد، رمزيه الشيء مش موقع الانترنت بس. بمعنى ثاني ممكن نطلب موقع الله يسلمك.
سهل عليكم سهل عليكم خير الله قول لي.